بسرعة. البيت تبعنا وشغلنا كمان وجماعتنا سوا. بترجاكي حاجة تبكي يا خالتي لحتى تهدي، فكري إنه نحن سوا. والشي الأهم، لا تنسي هالخداع بحياتك، لأنه هذا الشي رح يعطينا القوة لحتى نقاتل. ارجع لأنجلي، زدتو لفيكي برات وعيت تشيليز. لازم ما تيأسوا، نحن لازم نشتغل مع بعض لحتى ننجح، المهم نضل سوا. هلا منروح على الشرطة، أنجلي متورطة بقصة كتير كبيرة بتخص البنات، وأنا عندي دليل ضدها. بحياتي ما توقعت إنه يكون في عندي بنت سيئة مثل أنجلي. خالتي، بترجاكي ما تضايقي حالك أبدا، أنجلي ما بتستاهل إنك تعتبريها بنتك. نيهال، خديها لخالتي على البيت السعيد، وأنا وشوريا رح نروح على المخفر. كنتي دائماً تعتني بكل العيلة، شوفي هلأ خلص صار دوري أنا. أنا في عندي دليل ضدها، أنت كيف عم تحكي معي هيك؟ بس اليوم بنت حماكي اتصلت فينا، خبرتني إنك تركتي البيت بسبب خلاف عائلي، لهيك نحنا ما فينا نفتح محضر. كان في عالم خاطفيني وكانوا رح يبيعوني كمان. بس بهداك اليوم انت ما خبرتينا بهذا الشيء ابدا يا مدام. لو سمحت اتصل بالبنات اللي انقذتهم هداك اليوم، وهنن رح يخبروك عن تورط انجلي بهذا الموضوع. يا بنتي جيبي لي البنات. اسمعوا، يلا خبروه إنه أنجلي اللي خطفتنا. يلا. إيه صح، كان في وحدة اسمها أنجلي كانت كل الوقت عم تضايق لمي هيك. بصراحة أنجلي كانت عم تحاول تنتقم من مهيك. كيرتي ليش ساكتة؟ أنتي ليش ساكتة؟ لا تجبروها يا بنتي، بدك تحكي؟ سيدي أنا ما بعرف حدا. شو؟ ما كان في بنت اسمها أنجلي. كيرتي أنت ليش عم تكذبي؟ شوفي نحن هون معك، بس قولي الحقيقة وما تخافي من أي حدا، ما تاكلي هم بنوب، بترجاكي. يلا أحكي. سيدي أنا ما بعرف شي. كيرتي ما هيك. لا اوعك تضربيها، إذا ضربتيها منخسر القضية. بعتذر مدام، نحن ما فينا ناخذ إجراءات قانونية بدون أدلة كافية، وحالياً ما عنا دليل كافي ضدها أبداً. يا بنتي، خذي البنات من هون. كيرتي، أنتِ ليش هيك عملتي؟ طلعي بعيوني وجاوبيني على سؤالي لشوف. أختي، أنا شو فيني أعمل؟ أنا بنت من عيلة بسيطة. انتي انقذتي حياتي، رح ضل ممنونتك على هالشي طول ماني عايشة، بس انا فيني بلش حياتي بالمصاري اللي عطتني اياهن انجلي اليوم، وهيك ما بقى حدا بيجبرني على شي مو منيح. الو شاطر اهي إنه أنت هلأ رفعت علي دعوة قضائية. أخي لازم يكون خاب أملك بعد كل اللي صار. أنا صرت بملك عقارات ضخمة كتير، أنا صرت